لما طلعنا عالغابة للبحيرة رحلة صيد، شوفوا شو صار يا حبابي، شوفوا شو صار من جديد. لاحظنا عالبحيرة لونها متغير كتير، يا ترى كيف وشو صار؟ ما عرفنا شو عم بيصير. أنا حموصة وهو حموص، مين أكتر أسماك يصير؟ حموصة تفوز أو حموص حيكون في رابح أكيد. متحمس كتير بس فجأة حس بإحباط، ليه ما بيطلع سمك صغير؟ ليه بتطلع له النفايات؟ وحموصة حتى زالت قالت وين السمكة وين؟ فجأة من العلبة طلعت سمكة عيونها زعلانين. السمكة قالت كلمة النفايات بتأذينا، والناس كل شي عم ترمي وإحنا كلنا ما بقينا. خطرت للحماميس فكرة إنه شو لطيفين، وقالوا لكل الحلوين ضيف البيئة خلوها، بتعيشوا كتير مرتاحين، هاي دايما لا تنسوها. اشتركوا في قناة حموس وحموصة على يوتيوب، اضغطوا زر الجرس لتشاهدوا كل جديد.